أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. ولا ين الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قال يا نوح قد قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أحياكم
ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن لا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما
أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في يسحبون في الحميم ثم يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون الإظهار اللام القمرية الترقيق نون مشدد لا حكمها إظهار الغنة القلقلة الأكبر الهمس الشدة الجهل الرخاوة الاستفال الانفتاح الاصمات الاذلال
يعني الضباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مريم أجيبي عن المفردات الكلمات الآتية. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. أعلمي وزاده بسطة، سعة وامتدادا وفضيلة. صح. السؤال الثاني: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ما إعراب كلمة أذلة؟ قلة العدد والعدة. نعم صح. السؤال الثالث: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. برهان القرآن العظيم. برهان من ربكم في سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. محمد صلى الله عليه وسلم. صح. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. أبسلوا. نعم، في سورة الأنعام: أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. إذن تلوا وعذبوا. كلا. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. كلمة أبسلوا. احبسوا. نعم. احبسوا. صحيح. احبسوا. تفضل. احبسوا في النار. صح. حبسوا في النار. صح. السؤال الخامس: يسألونك كأنك حفي عنها. حفي عنها. باحث عنها، عالم بها. صح. السؤال السادس: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فانبذ إليهم. فطرح إليهم عهدهم وحاربهم. صح. ثم قضوا إلي ولا تنظرون. ثم قضوا أي أدوا إلي ما تريدونه. صح. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تركنوا. لا تملوا. صح. لا. لا تملوا. صحيح. ولا تركنوا. لا تملوا. صحيح. لا تميلوا. لا تمل قلوبكم بالمحبة. صح. السؤال التاسع: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. بقدرها. بمقدارها الحاجة والمصلحة. صح. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين. وتحمل أثقالكم. أمتعتكم الثقيلة الحمل. صح. آتوني زبر الحديد. زبر الحديد. قطعه العظيمة الضخمة. صح. ألم تر أن الله ألم تر أن الله يسجي سحابا. يسجي سحابا. يسوقه برفق إلى حيث يريد. صح. السؤال الثالث عشر: رفيع الدرجات. رافع السماوات بعضها فوق بعض. صح. فأولى لهم في سورة محمد من آية: ينظرون إليك نظر المغشي من الموت. فأولى لهم. قربهم ما يهلكهم واللام مزيدة أو العقاب أحق وأولى لهم. صح. بل لجوا في عتو ونفور. لجوا في عتو. تمالوا في استكبار وعناد.
صح. فإذا برق البصر، فإذا برق البصر، برق البصر. دهش وتحيز فزعا مما رأى. دهش. نعم. وتحيز. صح. خلق من ماء دافق، دافق. يرفع في الرحم. دافق. مصبوب، مصبوب يجري من غير أخاديد. مصبوب. مصب. صحيح. والصحيح مصوب. مصوب يجري من غير أخاديد. مصوب في الرحم. مصوب بدفع وسرعة في الرحم. نصف درجة، نصف درجة. السؤال الثاني عشر: فألهمها فجورها وتقواها، فجورها وتقواها. طاعتها ومعصيتها وخيرها وشرها. صح. السؤال التاسع عشر: التي تطلع على الأفئدة، تطلع على الأفئدة. تغشى حرارتها أوساط القلوب. صح. والسؤال الأخير يكون، والسؤال الأخير يقول: كذبت قوم لوط للمرسلين. أعربي هذه الكلمة، هذه الجملة: قوم لوط كذبت قوم لوط. إعرابا نحويا: كذبت قوم لوط. نعم. كذبت قوم لوط. كذب فعل ماض. نعم. مبني على الفتح. كذبت مبني على السكون. التاء تاء التأنيث. قوم فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. فاعل مرفوع. مفعول لوط، مفعول به. ولوط مفعول به. نعم. مفعول به، لكن الفاعل يكون ماذا؟ ها؟ والفاعل يكون ماذا؟ قلت قوم لوط. نعم. فاعل قوم، فاعل مرفوع وهو، وهو مضاف. وهو مضاف. نعم. لوط مضاف إليه. مضاف إليه. وهو مفعول به مضاف إليه. بارك الله فيك.